السلام عليكم أصدقائي المحترمين، أهلا وسهلا بيكم. حلقة جديدة مع منعم. طيب نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونخش على الموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة. معظم الناس تعرف أو حتى لو ما تعرفش إن برنامج الدحيح بتاع أحمد الغندور اتوقف على قناة اي جي بلس اللي هي كبريت. طيب اللي انا هعرض النهارده في كلامنا كده، هعرض وجهات النظر المختلفه بتاعت ايقاف البرنامج، لكن يعني ممكن يكون كلام النهارده بصراحه، يعني لان انا مش متعود ان انا اكون مخالف للي عندي، لكن بصراحه حاسس ان انا النهارده مش هكون محايد ابدا، يعني ممكن النهارده اكون يعني منحاز ناحيه احمد الغندور، لان انا من الناس اللي بحب اتفرج عليه جدا. وماليش علاقة بقى بحتة هل هو بقى ملحد او مش ملحد. انا دي مش النقطة اللي بتكلم عليها ابدا، انا ما بتدخلش في حتة زي دي لان ما عنديش دلائل، وماليش ان انا اقدر اتكلم فيها قوي. لكن انا بتكلم على لما البرنامج بتاعه اتوقف، في كلام كتير ظهر، عايزين بس يعني ايه نفنده كده ونعرف الحقيقة بتاعته. طيب مبدئيا ده صورة القرار اللي نزل من قناة اي جي بلس كبريت اللي موجود عليها الدحيح. طيب الدحيح بادئ مع القناة دي بقاله قد ايه؟ بادئ معاها من 27 مايو سنة 2017، يعني كده تم 3 سنين وحوالي يعني 15 يوم. طيب الفترة اللي قضاها دي كلها مع اي جي بلس كبريت، الفترة دي جاب لهم مشتركين كتير جدا وجاب مشاهدات كتير جدا، هم نفسهم عملوا فيديو بيفنطوا فيه الحاجات دي ومنزلينها كتكريما ليه هو. لكن اللي مش واضح او اللي هم موضحينه في الاعلان اللي نزل، ان تم انهاء التعاقد معاه او مش هيشتغل معاهم في الفترة الجاية، لان سياسات القناة او الخطط اللي جاية مش هيقدر يكون موجود معاهم الدحيح فيها، من الناحية اللي واضحة يعني كده من سياق المعنى والكلام، من الناحية المادية. طيب تعالى كده نتكلم واحدة واحدة على الجزئية دي، لان ده اللي نزل كده وده اللي اتقال. بس ده احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان ما يجيش حد يقول ايه لا ده احمد الغندور هو اللي سابهم، رغم ان انا يعني ابدو منحاز ليه شوية، لكن مش هو اللي سابهم، هم اللي انهوا التعاقد معاه وخلاص، على كده انت مش هتكمل معانا في الفترة اللي جاية. وخدوا بالكوا احمد الغندور او الدحيح مش اول واحد يعملوا معاه كده، عملوا كده نفس الكلام ده مع البرنامج الاسبيتاليا اللي كان بيتقدم برضو على نفس القناة من الدكتورة إيمان. طبعا هي دلوقتي كافحت واشتغلت على قناة تانية بنفس الاسم الإسبيتاليا، وبتقدم محتوى برضو ليه علاقة بالطب والحاجات دي. ولكن تعالوا بقى نخش بقى في وجهات النظر المختلفة اللي خاصة بإيقاف البرنامج ده. القناة دي اللي هي اي جي بلس كبريت، القناة دي عليها برنامج اسمه الصليت الإخباري. طبعا هو برنامج مش كل الناس بتتفرج عليه، لان معظم اللي بيتفرج على القناة دي بيتفرج على الدحيح وخلاص على كده. طيب وانا واحد من الناس دي، بس برنامج الصليت الاخباري ده لو اتفرجت لك على كام حلقة منه كده هتلاقيه برنامج سياسي بيخبط في اي دولة عربية، يعني بيشوط في كل الدول العربية طبعا باستثناء قطر. وش معنى قطر؟ لا، لان القناة دي ذات نفسها دي تابعة لقناة الجزيرة القطرية، وطبعا القناة دي بتتمول تمويل كبير جدا عشان خاطر تطلع لنا الشكل اللي انت بتشوفه ده ويتعاقدوا مع الناس دي. طيب هو ده ليه علاقة بالموضوع؟ احدى وجهات النظر بتقول ايه؟ بتقول ان لما قطر ابتدت تتعاقد مع الدحيح، هي بداية تشبعها كده ووصولها للناس كانت عايزة توصل عن طريق الرياضة، فوصلت عن طريق الرياضة للناس عن طريق قنوات بين سبورتس وقنوات الجزيرة اللي موجودة. طيب وبعدين لا عايزة تخش كمان شوية، ابتدت تخش عن طريق السياسة، الطريق ابتدى يتقفل قدامها قوي. طب اعمل ايه؟ اخش عن طريق العلم. ازاي؟ اخد واحد يعني هينجح قوي وباين عليه من ايام ما كان عامل القناة بتاعته ولسه موجودة للعلم، واحمد الغندور قال ان هو هيرجع يشتغل تاني على القناة، اي نعم بتاعته الله اعلم بتاعته، ولا هيعمل قناة جديدة، لكن القناة بتاعته عليها عدد كبير حوالي 900 الف مشترك. طيب هل هيرجع هيشتغل عليها تاني؟ دي لسه هنشوف، لان هو قال استنونا ان هو هينزل بحلقات جديدة. طيب ولكن هم شافوا ان احمد هينجح،
فهم وفروا له سبل وكل حاجه، واحمد بيتكلم في العلم، بيتكلم بشكل بعيد عن السياسه، فهو عايز يخش لك من كذا طريق بحيث يقدر يوصل لكل الناس. لما يجي بقى يغير بقى محتوى بتاعه، لما يجي يقول كلام معين، لما يجي يحط سياسات معينه، في الحاله دي انت كده كده هتبقى موجود معاه على القناه وهتشوف. طيب دي احدى وجهات النظر، وانا بقول لك وجهات النظر، وانت اختار اللي يريحك، او اعمل ميكس بين وجهات النظر زي ما انت عايز، او ارفضها مفيش ادنى مشكله، يعني ده رايك وانت حر فيه. طيب الرأي التاني بيقول ان لا، الطلب من احمد شوية حاجات معينة وهو شغال على البرنامج بتاعه يشتغل عليها، ولكن هو رفض، والمفروض وواجب عليه انه يطلع يقول للناس كلها، لان ده جمهوره، يعرف الناس ايه اللي حصل او ايه اللي ورا الكواليس، عشان خاطر احمد الغندور ساب برنامج زي ده. طيب وطبعا هو عمره ما هيطلع ولا هيقول حاجه، لان هو اكيد محترم والناس دي محترمين معاه، فهيحترموا التعاقد مع بعضهم، يعني دي نوع من انواع الاحترافيه في العمل، بغض النظر بقى عن ان ايه ليها ابعاد سياسيه او ملهاش، عمر ده ما هيحصل. طيب في بقى وجهه نظر تانية، ودي شائعه قوي والناس تانية بتتكلم فيها كتير جدا، ان احمد الغندور او الدحيح سرق او خد شغل ناس تانية، يعني المحتويات اللي ناس تانية بتقدمها، سواء ناس أجانب على قنوات تانية، حد بيقدم نفس المحتوى وبيقف نفس الوقفة قدام الكاميرا وبيبقى معاه موزة بدل الخيارة أو التفاحة اللي بتطلع مع الدحيح، وهو خد نفس الفكرة منه، وناس تانية هنا بتقدم قنوات علمية، هو خد نفس الكلام اللي هم بيقولوه، ولكن وجهة النظر دي يعني تكاد تكون مصدقة شوية، بس يعني ما نصدقهاش 100% لأسباب، ان لو انت مصادر الناس دي، الناس طلعت تتكلم عن العلم بطريقة معينة وجايبة مصادرها من الكتاب سين، فبرضه ممكن يكون الدحيح نفسه جايب المصادر بتاعته من نفس الكتاب سين، فمكتوب فيه ألف ب ت، يبقى خلاص هيبقى مكتوب في الكتاب، يبقى اللي هيقوله هنا ده هو ده اللي هيقوله، فهيبقى نفس المحتوى. معلش انا الحته دي يعني ايه ملخبطه شويه، بس يعني اعذرونا يعني. بس ده كده الملخص بتاع ان الدحيح ساب القناه، وانت بقى تبنى وجهه النظر تريحك، سواء هو واخد محتوى من حد فهم اعترضوا على حته زي دي، رغم ان الحته دي سهله قوي ان هم يخرجوا منها، فيعني مش متقبلها انا قوي فكريا، او ان الطلب منه يقدم شكل معين او صيغه معينه وهو كان رافض لحاجه زي دي، لان هو بيشتغل في برنامج ملوش دعوه بالسياسه في اي حاجه، او ان هم عندهم سياسه تخفيض الاجور، ودي ما اعتقدش ان هي هتسري ابدا على المحتوى اللي بيبقى جاي من قطر، لان هم يعني بيدفعوا كويس قوي لكل الناس اللي موجوده عندهم، فازاي يعني حته تخفيض الاجور، والراجل ده جايب لكم مشاهدات والقناه بتاعته ما تتاثرش ابدا بالجائحه اللي بيمر بها العالم كله، بالعكس الناس قاعده في البيت وبتتفرج على القناه بتاعته، يعني لو هنخفض اجور للقنوات اللي بتتعرض على التلفزيون، لا ده هو ده ما مش هنخفض له حاجه، لان القناه بتاعته عماله تزيد في المشاهدات والاشتراكات. بس اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واكون شرحت كل الافكار اللي يعني او وجهات النظر اللي اتعرضت بخصوص الموضوع ده، ولو عندي حاجه ناقصه يعني معلش اعذروني عليها، واستنوا مننا فيديو جديد اخر النهار ان شاء الله، مهم جدا عن شخصيه زباله، عايزين نوضح قد ايه الشخصيه دي مضره جدا بالناس وبالمجتمع، لانها بتتشبه بشيري هانم رقم 2، وكمان في قائمه 5 قنوات هحطهم في اخر الفيديو في صندوق الوصف، اسف هحطهم في صندوق الوصف، ال5 قنوات دول المحتوى بتاعهم لو عجبك خش اشترك عندهم، ده من باب دعم القنوات الصغيره، لان كل القنوات اللي ابتدت وكبيره او موجوده دلوقتي كانت محتاجه دعم زي ما الناس دي محتاجه دعم، فبعد اذنك لو عجبك المحتوى بتاعهم خش ادعمهم، واستنى مننا فيديو جديد ان شاء الله في حدود الساعة 6 أو 7، والفيديو ده هيبقى مهم جدا جدا. يلا كان معاكم منعم، وسلام عليكم.